السلام عليكم، نكمل وياكم. عندنا وصلنا بالفيديو السابق، وصلنا للماس ستورج. طبعا في الشغله ماس ستورج، وعندنا فد شيء اسمه اخذناه قبل اسمه الفيرتشوال ميموري. فيرتشوال ميموري اسمها فيرتشوال، يعني شنو؟ يعني افتراضيه. هنا الماس لا، الفيزيكال اللي هي شلون تكون موجوده الصحيح. فهاي الستورج الموجوده فيزيكال. اوكي، عشان تشوف انت تميز بينات انه هذه شيء فيرتشوال هاي فيزيكال. بس usual disk used to store data. أكيد. Yeah. That does not fit in memory or data must be kept. يقول لك شنو هي؟ إنه ال data تخزنها اللي هي أكيد long period of time. يعني أنت تدري أنت rate only memory. هذه شنو تكون؟ بس طف الحاسبة وشغلها إيش فيها؟ كل شيء نمسح منها. فيقول لك mass storage نستخدمها شنو؟ نستخدمها لخزن الملفات أو البيانات data. اللي نريدها لوقت اطول، يعني اللي شنو نحتاجها لوقت اطول. تمام، اكيد هذا الميموري تكون الاداره مالتها، او يعني لازم انه اكو عندنا ميموري للخزن. يعني انه السبيد مال الكمبيوتر اوبريشن، يقول لك يعتمد السبيد اوف كمبيوتر، الكمبيوتر اوبريشن يعتمد على الالجوريثم الموجوده. جيد، شنو الاكتيفيتيز؟ فري سبيس، يسوي فري سبيس مانجمنت. وياي يعني شنو فري سبيس مانجمنت؟ يعني من 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 عمليه تنتهي من الـ من الـ تنمسح من تنمسح من الميموري وين تنخزن؟ تنخزن اكيد لازم وين؟ بالهارد. وياي وكذلك انه يمسح عمليات وين موجوده بالستورج، من خماها بالديليت وغيرها. ستورج الوكيشن، اكيد يسوي شنو؟ يسوي الكل مثلا فد فايل هاي يعطيه فد مكان معين بالذاكره اللي هي الماس ستورج. اوكي، والديسك سكجول يسوي جدوله للفايلات اللي هي راح تنخزن. مثلا لنفرض طفينا اكثر من عمليه، فيجي يخزنهن شنو؟ بال تزامن حسب اللوكيشن اللي يعطيهم اياه. اوكي، يقول لك some storage need not be fast. يقول لك اكو بعض الستورج ما تحتاج انه تكون شنو؟ تكون سريعه. وياي مثل شنو؟ ان الستورج هنا شنو؟ اللي هنا الهارد والماجنتيك تيب اللي هي هذا الشريط مال الفيديو قلت لكم عليه. اوكي، اكيد انه من يسوي لها مانجمنت؟ هاي يسوي لها المانجمنت، اكيد اللي يسوي لها مانجمنت الاو اس اللي يخزنها مثل ما قلنا، يسوي عليها الاكتيفيتيز الستورج الوكيشن وغيرها. وياي نجي الرايت وانس ريد ماني تايمز. وياي اند ريد رايت، يعني شنو؟ يقول لك يقرا يكتب عليها مره واحده. وياي وطول الوقت هو شنو يسوي؟ ريد، يعني هي بس تعبير يعني مجاز. يعني شلون؟ يعني انتم هسه الهارد يقول لك دائما هو يتعامل ويا الهارد، يعني دائما ياخذ منه عمليات يشغلهم. تمام، وبالتالي يكتب عليه وانس. فهمتون شلون؟ يعني على هذا المبدا. وريد رايت اكيد هو شنو؟ يقرا ويكتب، يعني مو فد شيء صعب، مجرد انتم ماخذينهم بس انا يجوز مصطلحات جديده عليكم فتحسهم انه صعبات. باختصار انه يقول لك هي الستورج مال الحاسبه اللي تخزن بها اللونج بيريود اوف تايم، واللي يسوي عليها عمليات ذني. زين، البروتكشن والسكيورتي. البروتكشن شنو؟ السكيورتي لازم نميز بيناتهم، يعني انه مو نفس شو اسمه، مو نفس المعنى. البروتكشن شنو؟ حمايه، يعني احميهم شنو؟ احمي البرنامج مالتي او السوفت وير مالتي او الاو اس مالتي، احميه من شنو؟ من الاخطاء مال اليوزر. يعني مو يعني حمايه مال الهكر وهاي، لا، من اخطاء اليوزر. يعني شنو؟ يعني هذا البرنامج مالتي مثلا اخلي مكان الرقم اخليه يكون شنو؟ بس ارقام يكتب، ما يقدر يكتب حروف حتى ما يصير له مشاكل. وياي مثلا اذا اخذ ريسورس يكون يعني اخذه بصوره صحيحه. فهمتوني شلون؟ يعني
كل عمليات كل اللي يعني الحمايه اللي تصير اي بروسيس، مثل ما قلت لكم من ادخال، من اعطي فد ريسورس معين، من يعني السكيورتي. لا حكيت لكم قبل شويه، السكيورتي احميه من شغلتي، يعني احميه من انه المهاجمين، واحميه من شنو؟ من الاخطاء اللي هي ممكن تكون غير متعمده. اوكي، يقول لك هنا عندنا انترنال واكسترنال، يعني اللي هي اكسترنال هجمات الخارجيه، وانترنال مرات شنو؟ مرات تصير مشاكل داخل، يعني شلون تقول مال البريفليج، يعني شايف انت مرات يقول لك بيرميشن، مرات تفتح برنامج يقول لك هذا محمي بالبيرميشن وياي، ومرات لا حاسبه مالتك اصلا تتعرض للاختراق عن طريق فد هاك معين، يعني خارجي وياي اكسترنال هاك. اوكي، هنا يقول لك شلون يسوي السيستم واليوزر. انتبه، يوزر الاي دي، يوزر اي دي ببساطه يقول لك انكلود نيم اند اسوشيتد نمبر. اوكي، يقول لك هذا يوزر يكون شنو؟ كل يوزر اكيد له شنو اي دي، ف وين بير يوزر، كل يوزر له شنو؟ له اي دي. ويعني هذا الاي دي يكون، يعني تدرون انت حاسبه بها مثلا اكثر من يوزر، هذا الاي دي يكون مثلا شكو فايل لهذا اليوزر يكون يحمل هذا الاي دي مال هذا اليوزر. ليش؟ حتى من يجي غير واحد هي نفس مال البيرميشن. مثلا اني عندي يوزر ومحمد جاسم عنده يوزر، مثلا الفايل واحد بيوزر اي دي واحد اللي هو يوزري، وفايل اثنين باي دي اثنين، ما يصير انا اوصل الفايل محمد ولا محمد يوصل الفايل، فهي هاي مال الحمايه تصير. فهمتوني شلون؟ فهي بهاي الصوره تصير. ف او اكو جروب اي دي، انه شنو اكثر من يوزر، اكثر من يوزر يصيرون شنو بجروب، يعني يوصلون على، يعني شلون اذا نقدر نسميها، اذا شايفين انت الحاسبات مربوطات نتورك بيناتهم، يعني اكثر من يوزر يوصل اكثر من شو اسمه، بس اكيد واحد خارجي ما يقدر يوصل. فهمتوني؟ فهنا يقول لك الجروب اي دي allow set of user to be defined and control، يعني يقول لك شنو اكثر من يوزر يعني يتعاملون. اذا شايفين انتم تربط اكثر من حاسبه بواي لان او على راوتر وتسوي فايل شير، فيصير شير بين كلهم. يعني يقول لك هنا allow user to change affected ID okay with more rights. يقول لك انه اكيد كل واحد له صلاحيه، يعني تكون صلاحيه ما تطلع، نقدر صلاحيه، نقدر نعطي صلاحيه، مثلا اقدر اعطي صلاحيه اليوزر محمد، بس يعني بصوره عامه كل واحد كل يوزر خاصه بفايلات، يعني يصير الثاني يتعامل بيها. تمام، نجي هنا انه الكيرنال داتا ستراكشر. هسه خلنا قبل شويه هذا الكون، خدنا structure بسرعة، مثلاً على kernel data structure single linked list، لا تذكروا خدنا أول تعام بالثاني، إنه single هو كل نود أكو link بيناتهم single، كان نسميه next لا تذكرون. الدبل أكو link right link left، link right link left، يعني أكثر من link. أوكي، وهكذا. يعني اعتقد سهله لان ماخذين انتم هذا الفرق. السيركلر شنو؟ اكو لينك نفس الاولى، بس شنو الاول؟ يعني هذا مو فد شيء مهم، كلهم هذا رسم مو فد شيء، بس يعني خلوه ببالكم. الاول يرتبط شنو؟ يرتبط بالاول حتى شنو يصير سيركلر، بالاخير العفو حتى شنو يصير سيركلر. اوكي، هسه نجي على الكيرنال داتا ستراكشر. بعدنا الباينري سيرج تري، تذكرون انه الرقم مثلا اذا 17 اذا اجيب 35 هل هو اصغر لو اكبر من 17؟ اذا اكبر على اليمنى، اذا اصغر على اليسرى. تمام، وهكذا هذا 12 اذا 14 اكبر لو اصغر، لا اكبر اذا على اليمنى. يعني فد شيء سهل، يعني فد شيء سهل، ما في فد شيء وما يدخل يجيبه، يعني اصلا هو نوثينج. اوكي، احتمال النت يطفى اخوان، ف ان شاء الله نقدر نكمل، ترجع الكهرباء شو شلون زين. هسه نجي على الهاش كود، الهاش ما بعرف او الهاش فانكشن. يعني الهاش فانكشن كان كرييت هاش ماب، شوفوا هاي الماب اخوان، يعني مجرد خلينا نقول اري من الزيرو للان، جابت طبعا جابت لكم اياها ذاك السؤال الدكتور، انتبهوا بها اري من الزيرو للون.
اوكي يسموها الهاش ماب. الهاش فانكشن شنو اللي يتعامل ويا اي عنصر موجود، يعني هي هاي كلها يسموها شنو هاش ماب. هاش الفانكشن تعامل ويا الفاليو الموجوده بالهاش ماب، اوكي من الزيرو لحد ان، يعني مثلا حد 512 حد يعني فد زين. البيت ماب شنو هو؟ باينري اوف سترينج اوف ان باينري، فهمتوني؟ يعني string of n، يعني هاي هنا مو عندكم string of n bit map، يعني هاي مو تحط value هنا مو تحط value، لان شو تسميهن ذني؟ هاي يسموها bit map، هاي يعني مثلا من الصفر للخمسه شو يسموها؟ يسموها bit map. A string of n binary digits okay represent in the state of n items، يعني شنو؟ هاي مو الزيرو مثلا بي فاليو، الواحد بي فاليو، الاثنين بي فاليو، الثلاثه بيها فاليو، اربعه بيها فاليو، مثلا هاي الخمسه شنو؟ ايش قد القيامه مالتهن هي يسموها البيت ماب، فهمتوني؟ هذا الكود مو فد شيء مهم الفانكشنز، اوكي؟ الحمد لله رجعت الكهرباء. جيد. هسه نجي على اخر سلايد ان شاء الله نكمل. الاذر امبورتنت اكتيفيتيز. عندنا السكيورتي، طبعا كلنا حاكينا احنا، بس شنو بالعاده افاده ان شاء الله. السكيورتي يقول لك باي مي of password and similar other techniques. التكنيك عفوا. يقول لك شنو؟ يقول لك اكيد السكيورتي انت يحمي لك شنو؟ يحمي لك الباسوردات ويعطيهم اذنتيكيشن، يعني يعطي صلاحيات بس للناس اللي تدخل، اوكي؟ واكيد ما يخلي الناس اللي ما تدخل ما يعطيهم اذنتيكيشن وهكذا، يعني مجرد سكيورتي حمايه لك. هاي انا باختصار طبعا شديد، هو انا حكينا قبل شويه انه شلون يحميه من الاتاك. لا شوف انت الما مصرحين انهم كلهم ما يدخلون، يعني شنو يعني اللي هم الهكريه مثل ما نقول، الهكر ما يخليه يدخل، ليش؟ لانه يعني ما معطي صلاحيه بالدخول، فاحمي البرنامج من هذا الشيء. زين شلون اسوي الاداء احسن اداء مال شو اسمه مال السوفت وير؟ خلينا نشوف ريكوندنج ديلي بتوين ريكوست. ها يقول لك شنو؟ يسجل الديلي اللي يصير بين الريكوست والريسبونس وياه ويشوفه، يعني مثلا سجل انه هو شو يسوي؟ هو يريد يحسن الاداء، فسجل ريكوست بين اللي بين مثلا طلب وجاء طلب ريكوست ورا 10 ثواني اجى، فقال له هذا 10 ثواني، يقدر هل هو هذا الوقت زين لو لا، يحاول شنو؟ يحاول يحسن منه. رايه؟ يقول لك هنا جوب اكاونتنج، يقول لك كيبينج تراك اون تايم اوف ريسورس يوز، يقول لك يشوف اللي يخلي عينه مثل ما نقول طول الوقت على التايم والوقت اللي مستخدم عن طريق كل ريسورس، يعني يحسب شلون مثل ما قلنا هذا قد اخذته الريسورس. طبعا هذا تابع هو جو اكاونتنج مثل ما قلت قبل شويه، تابع علما تابع للبرفورمنس، يعني هو شنو راح يشوف الوقت ايش قد مال كل واحدة الريسورس ايش قد اخذته من طلباته ايش قد وايش قد عافته وهكذا. يعني الايرور شنو؟ الايرور ديتكشن، يعني شنو؟ يتحسس الاخطاء اللي تصير، يعني اللي تصير بالنظام ويعطيك ايرور مسج، مثلا شايف انت برنامج يطفى على ساعه يطلع لك كلوز بروجرام، ليش؟ لان هذا صار ببرنامج صار بي ايرور، سواء انفاينايت لوب او غير ذلك، يعني تمام يعني؟ هاي بس يعني شيء سهل انه يقول لك يحمي من يعني يحمي البرنامج يعطيك مسجات، يعني مثلا يقول لك هذا البرنامج راح يتم اغلاقه، يعني ما يخلي الاو اس كله يفشل يطفى، لا طبعا يطفي بس هذا البرنامج ويمنع السيستم من الفشل، يعطي ايرور مسج وغيرها. وياي؟ زين خلينا نشوف الـ بين اليوزر والسوفت وير، وياي؟ اللي هنا شنو؟ انه الكومبايلر يعني نفس الكومبايلر والانتربت اسامبلر، يعني شنو؟ يعني انت شايف من تكتب برنامج باليوزر مثلا سي بلس بلس كاتبه، وياي؟ من ينفذه بالسوفت وير؟ او من ينفذ السوفت وير هذا؟ ينفذ الكومبايلر. من يسوي لك السوفت وير اصلا؟ الكومبايلر، او اذا مستخدم جافا مثلا، او مستخدم مستخدم بايثون، فشي اسمه انتربت، وياي؟ اللي ينفذه، اكيد وين ينفذه؟ يدرون انت ينفذه بالميموري وعن بقيه التفاصيل، المهم يعني بيقول لك هو اكو شيء اسمه كومبايلر، هو مسؤول عن تنفيذ البرنامج اللي كتبه اليوزر، اوكي؟ او اي برنامج، يعني تسال برنامج من تنفذه، هو مسوي كومبايلر وجاهز قبل تنفذه انت، بس من تسوي برنامج بيدك تكتب بالسي مثلا، حتى لو جمع رقمين،
تحتاج شنو؟ تحتاج كومبايلر، اذكرهم انك تكتب جي سي سي باللينكس، يلا نسوي جي سي سي يعني شنو؟ اسوي كومبايل لهذا الفايل، واذا اموره طيبه السوفت وير شنو؟ يشتغل وياي. فشي سهل ان شاء الله. لهنا انا كملنا اول محاضره وياي ان شاء الله. ان شاء الله راح نتوقف هذا الفيديو ونكمل بعدين، يعني يا اما بعد الصلاه لكم انا بالقناه، يا اما بعد الصلاه يا اما هسه نكمل المنزله الثانيه. تحياتي لكم انا.